أبرز توقعات الفلك لمواليد الأسد بالأسبوع الثالث من شهر أذار مارس 2024. عزيزي مولود الأسد، ما بيجوز أبداً أنك تبلش هالأسبوع مثل ما كان آخر الأسبوع الماضي بمغامرة أو مجازفة. يمكن تشعر بضعف أو وهم أو تعاني من وضع صحي بخصك أو بخص بعض المقربين، أو بكل بساطة بيتراجع المزاج بهاليومين. بعدين تستعيد تفاؤلك ابتداء من السبت 16 لحد الأحد 17، وتظهر من فترة حزن أو من أمور خيبتك. ابتداء من الاثنين في عندك جو مهني أفضل بكتير، بيوعدك فيه كوكب فينوس بيكون مفيد لإلك حتى ولو عانيت من بعض القلق، بس بتشعر بحرية أكبر بالتعامل مع المحيط وبتضمن رعاية عاطفية بين التنين 18 والتلاتة 19. يسلط عليك الضوء بمهمة بتقودة أو نجاح بتسطره بعد هالشي ولحديت آخر الأسبوع. هالفترة ممتازة جدا، ويمكن تكافئ على عمل، خاصة وإنه الشمس بتدخل برج الحمل بها الأثناء وبتدعم مواقفك.